بسم الله وعلى بركة الله. ينطلق الآن الشوط الـ11. هذا الشوط طبعا الأول للأشواط الإضافية لأبكار الحقائق لمسافة 3 كيلومتر. يا سلام، خلونا نتابع هذه الأشواط ونتابع هذه الشعارات ونفتتح الإذاعة بالمركز الأول الشاهنية حمدان بن سعيد بلويهية. يا سلام، تحياتنا لك الحمدانية. مركز الثاني هاملول حمدان بن حمد بن حميدة، هاملول الحمدان بن حمد بن حميد. المركز الثالث أراعية شاهنية حمدان بن يحدول. المركز الرابع هلا محمد بن بطي بن سعيدة الدرعية. المركز الخامس عندنا هناك قلمود احمد بن سالم بالسعده. المركز السادس عندنا راعي شواهين احمد محمد بالسالوميه الدرعي. هذا نداءنا مشاهدينا الكرام على 6 المراكز الاوليه والكادر الاماميه مع هناك الحضور والاداء. يا سلام على التالق الشهنيه حمدان بن سعيده هناك بلويهية، أي الذي تحضر في هذا الشوط بهذا الانفراد وهذا الإبداع. أما المركز الثاني فنتابع فيها هاملول حمدان بن حمد بن حميد. المركز الثالث نتواصل هناك مع راعي هلا محمد بن بطيب بن سعيد. والمركز الرابع نتابع فيها جلمود أحمد بن سالم بالسعدة. المركز الرابع شواهين عبد الله بن علي بالرويه. المركز الخامس نتابع فيها تواجد شواهين احمد محمد بالسالوميه. المركز السادس عندنا الشاهنيه سالم عيوفه الدرعيه. هذا نداءنا على 7 و8 المراكز الاوليه. نتمنى التوفيق للجميع. خلونا نحضر هناك أينما حضر الإبداع، أينما حضر التألق. الكيلومتر الأخير، كيلو الحسم، كيلو العزم، كيلو الحضور، كيلو الإبداع، كيلو التألق. فنجد هناك حضور مميز منذ الانطلاقة. سلام الحمداني، سلام سلام يا راعي الشاهنية. هو الذي يمتلك الكادر الأمامي بهذا الحضور حمدان بن سعيد بلويهية الدرعية. ممتلك الكادر الأمامي بحضور بأداء مميز. سلام على الانفراد، انفراد ما بين الصدارة وبقية المنافسين. تغرد خورق السرب الشاهنية. سلام الحمداني، سلام. هي الذي تقود الشوط 500 متر الأخيرة، والحضور والإبداع والتألق والأداء. يا سلام يا الشاهنية حمدان بن سعيد بلويه الدرعية. هي التي تتألق، هي التي تقدم الإبداع، هي التي تقدم الحضور. 300 متر الأخيرة، خذ لفة كافية ما بين الأول وبقية المنافسين. انطلقت راس، يا سلام، بتنهي راس بهذا العرض بهذا الإبداع. سلام الحمداني، سلام سلام على الحضور، سلام راعي الشاهنية حمدان بن سعيد بلويه الدرعية. سلام على
على الأداء والحضور والتألق الذي نراه من هذا الشعار. انطلقت راس وانهت راس من المركز الثاني، فالشاهني سليمان مسلم سليمان أول نداء لها عند خط النهاية. التوقيت 4:42 85 جزء من الثاني. أما المركز الثالث فهملول حمدان بن حمد على ما أعتقد المركز الثالث مش واضح، على ما أعتقد أن حمدان بالروس في المركز الثالث.